علشان نعمل اوراق الدجاج بالليمون عايزين 8 اوراق دجاج تكون مخليه، ولو هتستعملوا الصدور برضو يفضل تخلوها. عايزين نص كوبايه زيت زيتون، برش او بشر الليمونه، عصير الليمونه اللي بشرناها، معلقتين كبار بقدونس مفروم، ملح وفلفل، معلقه صغيره بودره ثوم ومعلقه صغيره بودره بصل، معلقه صغيره فلفل احمر مجروش وده اختياري، معلقه كبيره عسل، معلقه كبيره صلصه طماطم، ليمونه مقطعه شرايح للوجه، وللتقديم عايزين بروكلي ورز. طيب بصوا، الفلفل الاحمر المجروش ده اختياري. يلا هنجيب بقى بوله كبيره لان احنا هنحط فيها الحاجات بتاعتنا كلها. عندنا هنا شويه ملح وفلفل، ناخد الملح. تقدروا بقى بعد ما تعملوا الكلام ده كله تقدروا تحطوا تحت شرايح بطاطس لو عايزين، وشرايح بصل لو تحبوا، بتبقى برضو لطيفة جدا. حطينا هنا ملح وفلفل، هنحط بشر الليمونة وهنحط الليمونة شخصيا، هي عصير الليمون. عندنا بقى بودرة الثوم وبودرة البصل، وعندنا الشطة المجروشة، هاخد كده ودي اختياري يا جماعة، يعني طبعا لو في أطفال هياكلوا من الوصفة مش هنقدر نحط فيها شطة. نحط بقى زيت الزيتون يعني نص كوباية وأكتر بس مش أقل، وآخر حاجة عندنا العسل والبقدونس. نحط بقى العسل دلوقتي، وزي ما قلنا العسل مع الحموضة بتاعت الليمون هيعمل حاجة يعني طعم كده لذيذ جدا. كده التتبيلة بتاعتنا جهزت. لو حابين بقى تضيفوا انتوا اي حاجة بتقدروا تضيفوها، يعني حابين تضيفوا معلقة زعتر مثلا بتقدروا، حابين تضيفوا بابريكا مدخنة برضو بتقدروا، كله تمام. نبعد الشطة بقى شوية عننا كده ونجيب البقدونس. حلو قوي، شوية بقدونس يا نجيب بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا، سكينة زي ما اتفقنا. حتى لو عايزين تعملوا يعني فرخة كاملة متقطعة أربعة مثلا عادي ممكن. يلا هناخد بقى قطع الفراخ اللي عندنا كده، طبعا احنا يا سلام لو نسيبها في التتبيلة دي يعني بتاع ليلة يا عيني، تبقى طبعا ألطف كتير. لو مفيش بقى وقت هنعمل كده على طول، نتبلها كده كويس من الناحيتين ونحطها. خليني اجيب البايركس الفويل. هناخد بقى دلوقتي الصينيه بتاعتنا دي، هنحطها في الفرن على اعلى درجه حراره لمده 20 دقيقه، وبعدين هنكمل 40 دقيقه على درجه حراره 180. نسينا نحط الليمون، معلش هنحط على وش كل واحده قطعه ليمون.